المحطة بقى الكبيرة اللي نقدر نتكلم عليها هو الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، لأن ده مدرسة طبعا. ولو عايزين بقى نتكلم هنقعد حلقات وحلقات. لا احكي لنا ايه اللي ما نعرفوش يعني عن كابتن محمود الجوهري، الحاجات اللي مش منتشره في الجانب اللي ما حدش بيتكلم عليه. اه بالظبط. والله كابتن نهوان ده هذا الانسان كان كريم جدا وعلى خلق، يعني كان دايما احنا بنقول رسول الله خير خلق الله، دايما بيقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. طبعا كابتن جوهري كان بيعمل بهذا. كابتن جوهري عمل فرح 3 لعيبة من اللعيبة الكبيرة جدا، طبعا مش هذكر أسماء، فرحها يعني بالكامل، مش جاب بوكيه ولا هو اللي تكفل يعني. تكفل طب ليه بقى؟ هل كانت ظروف اللعيبة في الوقت ده؟ عمل عمليات، الشاهد على هذا الكلام الدكتور أحمد ماجد طبيب المنتخب، كانت أي حالة بتجيله سواء والد لعيب أو والدة لعيب أو أخ يعني حد من أسرة أي لعيب أو حتى من الشارع الرياضي، كان يحول الحالة للكابتن للدكتور ربنا يديله الصحة يا رب، ويقول له يا دكتور أحمد ماجد الحالة دي عندك من A to Z سواء عملية سواء دواء. حتى القصة دي هحكي لحضرتك قصة، رحنا الأردن لقيت نفس القصة، لدرجة أنا هحكي لك قصة. أنا وعلاء نبيل، كابتن علاء نبيل، كنا قاعدين في فندق كل واحد واخد سويت، يعني ما رضناش نقعد في فيلا، والكابتن كان واخد فيلا، فاحنا كل يوم بنمر بالعربيه ناخد الكابتن جوهري ونطلع على اتحاد الاردن. الكابتن جوهري واحنا ماشيين بيقول ها النهارده مين هيعمل خير؟ نقول له خير يا كابتن جوهري ده لسه بس. يقول النهارده في واحد مصري اتسرقت فلوسه وعايزين نقطع له تذاكر. ده حاجه جميله. هتدفع كام الحالات فكرة. ازاي يعني هم بيقولوا سبحان البيت. الله ده ربنا على فكره. ده انا هضحك حضرتك ده فايه؟ ف يوم مثلا الكابتن علاء يقول كذا وانا كذا وهو يقول انا هكمل كذا. تاني يوم ها الراجل ده عايز ياخد شويه هدايا لاهله ها هندفع ايه؟ فعلاء راح ضارب فرامل قال له يا كابتن انت كده كتير يا كابتن. لا 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 انا بقى مش جاي افتح جمعيه خيري، انا هرجع مصر لان كده وكمل انت وكمل. انا قعدت موت على نفسي من الضحك. لا 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 شخصيه كان. وبعدين كان يا كابتن كريم من عينك يعرف انت زعلان ولا مش زعلان، من عينك يقرا. وبعدين كنت دايما بينام جنبي في منبه عاملين معسكر، بياخد الغرفه اللي جنبي فاجيب له صبور، عارف الصبوره بتاع زمان كابتن ناوي، اعلقها له في الاوضه وتباشير والمساحه دي، ويقعد طول الليل يقوم يخبط عليا يقول لي تعالى، يقول لي يا اخي انا عايز العب ب 12 لاعب. اقول له يعني ايه 12 لاعب؟ قال لي عندي مشكله في لعيب فعايز امسكه بواحد والعب بال 11. فيعني شوف بيوصل للتفكير ايه. ما كانش ينام يعني، كان يقعد ويطلب القهوه وينام 10 دقايق ويقوم يحط على السبورة ده. اي مباراه بنلعبها قبليها بيومين 3 ايام القصه دي. كان في مره قال ايه؟ فكري انا عايز ميسي. قلت له ايه؟ قال انا لو عندي ميسي ما فيش مشكله عندي. لان يا عيني احنا مثلا لما رحنا الاردن لقينا الـ حتى الماتشات بتاعتنا القرعه دايما مع الكابتن العظيم الجنرال محمود الجوهري دايما صعبه، يعني دايما ايران عندهم كره قويه، عندهم كره قويه طبعا. يعني ما فيش مثلا فرق ضعيفه معانا. احنا وصلنا كنا نقول للكابتن جوهري والنبي يا كابتن قبل القرعه قدم استقالتك وبعد ما تنزل القرعه عشان ربنا يكرمنا في عشان ربنا يكرمك في القرعه دايما. يعني كنا قرعه افريقيا مثلا 2002 المغرب والجزائر ساحل العاج التقايل كله هتخلص من مين ولا مين؟ بس كنا بنقدم احنا كمان حاجه محترمه على الصعيد الثاني. انت عارفه والله ده كان فتره الكلمه دي يحاسبني والله يا كابتن نواند عليها الله، وقسم كبير لو كابتن جوهري موجود دلوقتي باللعيبه اللي موجوده دي لا 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 لا, لا. وبالامكانيات دي احنا طلعنا بوركينا فاسو ما كانش عندنا ملابس، ملابس بنشحت عشان نلبس ملابس في بطوله بوركينا فاسو، لدرجه ان انا جبت صديق ليا شكري هو اللي لبسنا فينيسيا لابوما لاديدس. يعني بوركينا فاسو البطوله اللي احنا خدناها دي كانت فينيسيا تحدي لكل الظروف، تحدي في كل حاجه طبعا.
وهو كان كده لما يلاقي الفندق مرتاح تقول له انا قلقان ليه يا كابتن؟ يقول لي انا عايز صعب. انا عايز أيه تركيبة شخصيته كده الانسان المصري هو كده تريحه جدا مش هتاخد منه لازم تحطه تحت ضغط. وهو يعني اعظم واحد وانا خدت منه حاجات كتير والله كنت ناوي. هو كان بيطلع لانه كان وطني جدا. اولا هو احد افراد المؤسسه العسكريه حارب في 73 وطني جدا 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 عمره ما اشتغل عشان الفلوس. وانا طالع له يعني او خدت منه يقول لي يكفي ان انت تدي الفرحه لشعب مصر. ده كانت شخصيه جميله الله يرحمه حتى تلاقيه في يعني. كاس العالم ما كانش يخاطب رئيس ولا كان يخاطب شعب مصر.